في خبر عاجل، سعود حمود لاعب نادي النصر يجدد لخمس سنوات. إدارة الأمير فيصل بن تركي أو الأمير فيصل بن تركي ينهي موضوع اللاعب سعود حمود. معنا على الهاتف حول هذا الخبر الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر. مساء الخير سمو الأمير. أهلا بك الله بالخير أخوي تركي، ومسي على الكابتن ناصر الحمدان وعبد الكريم الجاسر. سمو الأمير، أول شيء أبارك لك الصدارة اللي حصلت عليها بالأمس. ثانيا أبغى أتحدث معك عن خلينا نقول الحراك التعاقدي في الفترة الأخيرة لنادي النصر والذي تقوده، يعني قاعد تقود تعاقدات خلينا نقول إنجازات التسمية على مستوى الجيل القادم في النصر. اليوم سعود حمود، قبله كان مجموعة من اللاعبين إذا تذكرنا فيهم عباس، خالد راضي، لاعبين يمثلون مستقبل مهم لنادي النصر. تركي أول شيء يعني إن شاء الله تبارك لي في آخر السنة بالحصول على الدوري. بالنسبة للآن طبعا زي الكراسي المتحركة، وأخواننا في نادي الهلال وأخواننا في نادي الشباب عندهم مباراة ناقصة، يعني باقي لهم مباراة يلعبونها، لكن إن شاء الله أن نحاول نحافظ على المركز الأول لنهاية الدوري. بالنسبة للاعبين اللي وقعنا معهم طبعا وآخرهم الكابتن سعود حمود، حنا يعني في إدارة نادي النصر بنينا فريق كرة قدم، وإحنا نحاول نحافظ على فريقنا الآن ونحافظ على لاعبيننا الصغار. بالنسبة للكابتن سعود حمود واللاعبين الآخرين طبعا المفاوضات من قبل شهرين يعني، وكان يقودها نائب الرئيس عامر السلهام والأخ سلمان القريني مدير عام كرة القدم. هذه استراتيجية سمو الأمير، محافظة على خلينا نقول اللاعبين الصغار في السن؟ لا ما في شك، محافظة على اللاعبين، وعشان نلتفت اللي يدخلون في 6 شهور إن شاء الله قريبا. تلتفت المين؟ نلتفت اللي يدخلون في 6 شهور إن شاء الله اللاعبين الآخرين من الأندية الأخرى. تلمح المين؟ ما لمح على أي لاعبين، الحمد لله حنا بنحافظ على لاعبيننا كلهم، وبإذن الله بعد ما نخلص لاعبيننا توقيعهم نلتفت على اللاعبين الآخرين. طيب سمو الأمير، أنا تسمح لي أسألك عن بعض اللاعبين اللي أعرفهم اللي بيدخلهم في 6 شهور، يعني أبرزهم الآن في عبد الله شيل لاعب الشباب. أنا ما أتحدث يا تركي على لاعب معين، يعني ممكن لاعب يكون في درجة أولى أو درجة ثانية أو من الأندية أخرى، ما أتحدث، بس أنا أقول لك استراتيجيتنا إنه لاعبينا اللي موجودين الآن يقعدون معنا لمدة 5 سنين بغض النظر عشان ما حد يدخل علينا ندخل على الناس. طيب سمو الأمير، تدخلون على الناس أهم شيء تدخلوا من الباب، بس سمو الأمير الصدارة النصراوية مهددة؟ ما في شك انه في زي ما ذكرت في أندية عندها مباريات 3 مباريات، وفي الاتحاد متأخر مباراة، لكن ان شاء الله احنا متى ما حافظنا على صدارتنا بتجميع النقاط ان شاء الله هذا هو الأهم، يعني احنا ما حنلتفت لنتائج الفرق الأخرى، نركز على فريقنا وبإذن الله نحافظ على الصدارة. الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر، شكرا جزيلا لك لمداخلتك وحديثك معنا حول التعاقد.